السلام عليكم يا شباب. ده كان الفاينل بروجكت بعد ما سلمته للعميل. هو كان عبارة عن ويب ديزاين على منصة ويكس. قبل ما نبدأ يا شباب، ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. يلا بينا. ده البروفايل بتاعي على freelancer.com. لقيت عميل قديم كنت عاملة له لوجو ديزاين قبل كده، بعت لي ان هو عايز يعمل موقع. كان عنده موقع وفيه ديزاين كده بسيط. بعت لي اللينك بتاع الموقع، شفته كان فيه ديزاين كده بسيط اقره لكم. بعد كده سألته موجود على اي بلاتفورم، قال لي على ويكس. قلت له تمام هصممه. سألني ان انا عندي خبرة في ويكس، قلت له ايوة. وبعد كده قال هجهز المحتوى وبعد كده ابعته لك. واتفقت معه على السعر، وانا كنت طالبة $600 وفاصل معايا خليها $550. والعميل ده سعودي، كنت عاملة له لوجو من حوالي 2 سنين مثلا. قلت له زود طيب 50 عشان عمولة الموقع، فزود. فلازم أن يكون فيه اسلوب يعني حواري بيني وبين العميل لحد ما نتفق على بادجت معينة. بعد كده خليني أدمن بقى في الموقع، وبدأ يبعت لي كونتنت بتاع الموقع. حط لي الفلوس في البروجكت $550 اهو، بس كده لسه طبعا ما نزلوش حسابي لسه. بعد ما خلص هو هيعمل لهم تحرير او ابروفد عشان ينزلوا حسابي. تمام. انا ما بشتغلش غير لما يعمل الحركة دي، غير لما اي عميل بكلمه يحط الفلوس في البروجكت ايا كان هما كان بقى، نص الفلوس كل الفلوس براحته كده. بدأت ان انا اشتغل اهو على الموقع ده. الموقع انا اخترت اول سيم ده لسجلاتي 1، خلاني اونر، وهبدأ اشتغل على الديزاين بتاع الموقع. بعد ما اخترت طبعا التمبلت وبعتها له وقال لي اوكي كملي، هبدأ اشتغل على الديزاين. هفتح الملفات بتاعة الكونتنت، بعتها لي عربي وانجليزي. هو عايز الموقع بالعربي والانجليزي مع بعض. اهو المحتوى ده، اللوجو ديزاين اللي انا كنت عامله له قبل كده. فاحنا هنشتغل بالكالر باليت بتاعة الالوان بتاعة اللوجو ده. ده الويب سايت القديم بتاعهم، وده الويب سايت الجديد. تعالوا كده نبص بصة على الويب سايت القديم كان عامل ازاي. كان بالشكل ده طبعا، ما كانش في اي ديزاين، وما كانش حتى الهيدر بتاعه مش معدول خالص. هو كمان ده كان صفحات الموقع القديم، كان صفحات، وهو كان عايز كل الصفحات او كل المحتوى يكون في صفحة واحدة. فانا قدرت ان انا اعمل له اللي هو عايزه. ده كان شكله، والصفحات كانت منفصلة زي ما قلت لكم، كل صفحة لوحدها. وهو ما كانش حابب الطريقة دي. هشتغل بقى اصمم الشغل ده. هبدأ ان انا اسرع الفيديو عشان خد مني تقريبا 3 ايام. بدأت ان انا اعمل الديزاين على نفس الالوان بتاعة الكالر باليت، واظبط بقى المحتوى كله بحيث ان الطريقة اللي هو عايزها ان يكون في الانكر بوينت في الويب سايت ما يكونش فيه صفحات. عملت له الطريقة اللي هو عايزها دي. وكان في كلام طبعا ما بيننا ان لا تغيري كذا اعملي كذا.
انا عملت تركية كده وانا بشتغل، سبت عملت يعني سيكشن كده للعميل في فيديو، وانا عارفة طبعا ان الكونتنت ما فيهوش فيديو اللي هو بعد. فانا بعد ما خلصت كلمته، قال لي الفيديو ده شيليه لان هو ملوش علاقة خالص بالمحتوى. رحت انا قايله له لا، انا بقترح عليك ان انت تعمل فيديو موشن جرافيكس للابليكيشن بتاعتك وانا اقدر افيدك في الموضوع ده. وفعلا اقنعته ان هو يعمل فيديو موشن جرافيكس. فانت وانت شغال لازم يكون عندك ذكاء ان انت تخلي العميل يعني تديله افكار، وفي نفس الوقت تفتح مشاريع تانية معاه، وطبعا تكون حاجة تفيده وتفيد البراند بتاعه، يعني مش حاجة ملهاش لازمة بالنسبة له. هنا كنت بعت للعميل ان انا انتهيت مبدئيا، فانت لو عندك اي تعديلات ابعتها لي. فبدا يبعت لي سكرين شوت اهو زي ما انتم شايفين، ويبعت لي الداتا اللي انا عايز هو يرجعها يغيرها. بدات بقى اشتغل التعديلات تاني اللي هو عايزها.
هنا قال لي هو تمام الحمد لله، بقى أحسن كتير، عنده بس ملاحظات بسيطة جدا وخاصة بالمدفوعات. قلت له تمام هعدلها يعني. بعد كده عدلتها وقلت له تمام ممكن تراجع حاليا. ده الفيديو اللي قلت لكم عليه ان انا اقترحته للعميل علشان يضيف فيه فيديو موشن جرافيكس، واقترحت كمان عليه اللي انا اعمله له، وقال لي اوكي موافق يعني، وهيبدا يحضر المحتوى. ف ده ما كانش اساسا في البروجكت، فانتوا لازم تكونوا تشغلوا دماغكم يعني مع العميل، بس برضو يعني حاجات تفيده وتفيد الويب سايت بتاعه. هنا كنت خلصت خلاص الويب سايت، وده بقى شكله بعد ما خلصنا. لو تلاحظوا ان المنيو فوق دايناميك، كله في صفحة واحدة، مفيش صفحات خارجية زي ما هو طلب، والنسختين العربي والانجليش تمام، كله تمام، كله شغال زي الفل، مفيش اي مشاكل، ويب سايت خفيف جدا. نسخة الموبايل كمان، فيهاش برضو مشاكل، والعميل راجعها وقال تمام. هنا بقى قال لي تمام المشروع تمام، انا هبدأ انهي المشروع ولو عندي تعديلات بسيطة بعد كده هبعتها لك، وعمل لي ريليز او ابروفد للمايلستون للمبلغ اللي بتاع البروجكت. قلت له مفيش مشكلة وقت ما تحب تبعت لي وشكرا. لو تلاحظوا هنا ان المبلغ دخل حسابي خلاص تمام، طبعا بعد ما اتخصم منه النسبة بتاعة الموقع. المبلغ اهو في حسابي، اضغط على withdraw fund، الاقي هنا الطرق بتاعة السحب بتاعة الموقع. في كذا طريقة، منها ان انت تبعت دايركت على البنك، منها طريقة اللي هي الباي بال وسكريل. انا رابط الموقع ببايونير وبستخدم بايونير من سنين، انا هضغط على بايونير. يجي لي هنا المبلغ اللي انا عايزة ابعته، وهما هيقسموا كام، كاتبين تحت 1 دولار، يعني هيوصل لي 512 دولار. اضغط على withdraw fund، هيجي لي تأكيد على الموبايل بتاعي، كود يعني، ابدأ ادخل الكود هنا. اضغط على verify، كده المبلغ اتحول، ولكن ما بيتحولش دايركت على طول. ده شكل الكارد بتاع بايونير لو انتوا بتستخدموه يعني، او هتجيبوه، ده بيبقى شكله، وبتربطه عادي جدا بالموقع، الموضوع سهل جدا يعني. دي زي فاتورة كده فيها تفاصيل التحويل اللي انا حولته. بضغط سبميت وكده خلاص. الفلوس زي ما قلت لكم مش بتروح على طول، بيديني وقت اهو، كاتب من 12 من 13 ماي ل 14 ماي، واساسا انا كنت بسجل لكم يوم 11، فليهم وقت في ان هم يبعتوا المبلغ مش بيبعتوه مباشره. ابورك العكس، ابورك بتبعت دايركت على طول، لكن فريلانسر لا. فده كده طريقة التحويل، هوريكوا برضو بيكون الحالة بتاعة التحويل فين. لو ضغطنا على withdraw تاني هيجيلي التحويل بتاعي تحت اهو، والحالة بتاعته ان هو pending، يعني في حالة لسه ما وافقوش عليه يعني. ممكن اعمل cancel كمان من هنا، الغيها خالص.
هنا كان المبلغ اتحول يوم 13، جالي ايميل اهو من بايونير ان انا استلمت 512 دولار من موقع freelancer.com وتفاصيل الحساب وكله تمام. اتمنى يكون الدرس بتاع النهاردة استمتعتوا بيه معايا. انا كنت حابة ان انتوا تخدوا معايا تجربة بروجكت من اوله لاخره على موقع freelancer.com. متنسوش تدعموا الفيديو، لو عندكم اي اسئلة او اقتراحات سيبوها لي تحت الفيديو ده وان شاء الله رد عليها في اسرع وقت. سلام.